السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب كله بخير. طبعا كلكم داخلين اعرف الفيديو دلوقتي احنا اذا كنا هنعمل فلوس في امريكا ولا لا، سننا صغير سننا كبير، هنعرف نعمل فلوس ولا لا، هنعرف نحوش فلوس لو عملنا فلوس ولا لا، ازاي هنعرف نحوش فلوس اصلا لو جينا البلد، هل مجزيه ان احنا نعمل كل ده علشان في الاخر نيجي ناخد فلوس صغيره في الغيره مش تفرق، كنا نقعد مع اهالينا احسن. الكلام ده كلام بينخنخ في اي دماغ اي حد، فلازم اجاوب عليه، وده واحد من اهم الاسئله اللي بتجيلي يعني كل فتره. يا شخص انا هنعمل فلوس قد ايه؟ يا ترى هنعرف نعمل فلوس ولا لا؟ نعرف نحوش ولا لا؟ مجزيه ولا لا؟ الكلام ده كله. بص يا جماعه، بالتحديد في موضوع الشغل ده، اذا كنت هتلاقي شغل ولا لا، فكلمه رد غطاها من عشر نرغي كتير هتلاقي شغل. تقول لي يا عم بس احنا مشتتين، اقول لك يا عم الناس كلها مشتته. انا عايز اقول لك ان لسه كندا حصل فيها الحريقه دي والدخان جه على نيويورك وخلاها لونها اصفر، الناس حسستنا ان احنا اول مره. يا عم احنا كنا ماشيين في الشارع ولا حتى فكرنا نطلع موبايل نصور، اللي هو عادي احنا بتحصل عندنا الموضوع ده كتير يعني مفيش مشاكل. يعني ايه يعني ايه ده بيحرقوا درف في الغيط، فاهم؟ ده الكلام اللي احنا بنقوله يعني. ولكن هنا كل حاجه بسيطه، ده غيرك انت شخصيا مشتت، يحصل حرائق في كندا، ولو انت كنت بعد ما كنت بتفكر تروح كندا في لحظه بقالك 10 سنين بتفكر تروح كندا، في لحظه غيرت رايك. يا جماعه هي مش كده، كندا بحرائقها حلوه، امريكا كلها بحرائقها باللي وحش فيها حلوه، حلوه بالنسبه للي احنا فيه. مش انا انا خلاص الحمد لله انا اوت، بس انا بتكلم عليكم يعني وعلينا ان احنا يعني احنا يعني شباب ورجاله ونساء، احنا شعب يعني، احنا بلد، احنا هيومن، فاهم؟ فبالنسبه اللي احنا فيه لا، ما هو انت في حرب برضه بس مش واخد بالك، وفي نار برضه، وفي كل حاجه بس انت مش واخد بالك يعني. فكندا بحرائقها كويسه، امريكا عامه بحرائقها باللي فيها بحلوها بمرها كويسه، فدي مش حاجه ولا تخليك تغير رايك في كندا ولا تخليك تغير رايك في نيويورك. لكن لو فرق بين الاثنين فانا دايما بقول امريكا، ولاسباب كتيره جدا ماليش علاقه بيها بقى مش هقعد اتكلم فيها يعني. فشغل في شغل، هتشتغل هتشتغل ايه؟ هشتغل ايه؟ هشتغل اي حاجه اي حاجه. انا راجل شخصيا لما جيت اشتغلت كل حاجه ممكن تخيلها في حياتك، وممكن ومعايا ومصور كل حاجه، انا ما بهزرش، انا مصور كل حاجه من ايام ما اول ما جيت ومن ايام ما اشتغلت ولحد ما اخر شغلانه كنت الواحد بيبهدل فيها. فان شاء الله ممكن ابقى اوريكم ده في فيديو باذن الله، يعني ان شاء الله ممكن ابقى اوريكم الحاجات دي كلها في فيديوهات قادما باذن الله تفهم منها اكتر. ولكن ده مش معناه ان انت لما تتبهدل وتتعب انك مش هتعمل فلوس، لا هتعمل فلوس، وهتعمل فلوس كويسه كل ما تتعب اكتر. واي حد عايش في امريكا هيقول لك حاجه غير كده قول عليه كذاب، وقول له يسيبها وادعي عليه ان هو يسيب اللي هو فيه ويرجع، ادعي عليه اي حد يقول لك غير كده، عشان هتلاقي ناس تقول لك يا عم انت مسائل البلد صعبه. يا باشا البلد صعبه وكل حاجه، ما قلناش انها مش صعبه، طول عمري بقول انها صعبه، بس صعبه وبتعمل فلوس وبتمسك فلوس، واللي بنفسك فيه بتشتريه، واللي نفسك تاكله بتاكله، واللي نفسك تعمله بتعمله. اشتراك الجيم ده انت ما بتفكرش فيه اصلا، عشان نقعد نحور على بعض. فاي حد يقول لك ان البلد صعبه والبلد مش عارف ايه قول له تمام، صعبه وايه يعني عايش فيها ليه بقى؟ هيقول لك عشان واحد واثنين وثلاثه لو هو سوي معاك. حلو؟ لو هو مش سوي يقول لك يا عم والله اصل انا خلاص اتعودت على هنا والكلام الفاضي ده. تقول له طب ارجع، يقول لك لا ما اقدرش والله يا اسطى. انا يا عم اسمع اللي بقول لك عليه، اسمع مني اخ لاخوه من اخوك، اسمعي مني زي ما بقول لك كده وزي ما بقول لك كده. البلد فيها فلوس، هتتعب طبعا، طبيعي انك تتعب، ما هو انت لو ما تعبتش عشان تكبر وكده وتعمل فلوس يبقى انت ما تستحقش ان انت تعمل فلوس، ما تستحقش انك تسافر اصلا. في ذات حد انك تعرف تسافر اصلا دي مش سهله، محتاجه منك مجهود، وانا شرحت كل الكلام ده قبل كده فيديوهات قبل دي. فشغل في شغل، هتتعب في تعب، فلوس في فلوس، تحويش في تحويش يا باشا، والله العظيم هتحوش وهتحوش كتير كمان. ولو قاعد فين يعني شوف اكتر حته ممكن تبقى فاضيه هتعرف تحوش فيها، نيويورك غير يعني العكس يعني، نيويورك عشان زحمه جدا برضه هتعرف تحوش فيها، حتى لو المكان غالي حتى لو ايه هتعرف تحوش فيها. انت اقل حاجه هتعملها لو حسبناها كده ايه بالمصري تقريبا ما يقارب الى 40,000 جنيه شهريا. والله ما بهزرش،
هتعمل 40,000 جنيه، ده اقل حاجه تقريبا، اقل حاجه لو انت شغال شغلانه بتتعب فيها، اقل شغلانه بتتعب فيها هتجيب لك 40,000 جنيه في الشهر. طيب قول يا عم هتطلع منهم 10,000 جنيه في الشهر اللي هو 1000 دولار مثلا، اللي هو 1000 دولار 1000 دولار 1000 دولار في ايه ده؟ هو بكام دلوقتي يا جماعه؟ لا 4000 ده اكتر بكتير. 4000 ده اكتر بكتير يا لهوي، الواحد عايز يحسبها. معلش يا جماعه الواحد لسه صاحي. ف 4000 هو بكام دلوقتي الدولار؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بتعمل 160,000 جنيه. احنا عندنا فلوس كتير قوي بس بالمصري يعني، مش عارف والله. لا الواحد لازم يحسبها، ولكن احسب معايا احسب معايا. 4000 دولار في الشهر، 4000 دولار في الشهر، طلع منهم 1500 ايجار بقى واكل وشرب وبعدقه وزحلقه وخروج مع صحابك ومش عارف ايه والدنيا والرب والدين وغسيل وتليفونات ومش عارف ايه، طلع 1500. حلو، 1500 ده طبعا لو انت شاب يعني او عايش في شير روم. لو عايز تحسبها بالظبط لو انت معاك عيله وكده وقاعد لوحدك في بيت، فانت قول 2000 دولار سكن، 2000 دولار سكن ده الرينج، ما في اغلى وفي اقل، فاحنا هنحط النص 2000 دولار. ف 2000 دولار مع اكلك وشربك ومش عارف ايه الحاجات دي كلها، بتتكلم مثلا في 2500. 2500 ده لو انت قاعد في بيت لوحدك، 1500 ده بعد كل حاجه لو انت قاعد شير روم. وايه كل حاجه ده؟ ده انت بتدلع يعني، كل حاجه يعني كل مصروفاتك 1500 يعني. فاحسب بقى ونقص من ال 4000، فيبقى يا اما هيبقوا يا اما هيبقى 1500 تحويشه، 1500 بس النص ده يا اما هتبقى 1500، يا اما هتبقى من 4 شيل 1.5 هيبقى 3.5 2.5 2.5. فيا اما هتحوش 2.5 دولار يا اما هتحوش كام؟ 1500 دولار. جميل جميل قوي، موضوع بسيط بسيط. احسب بقى، اضرب في السعر المصري دلوقتي ده اللي انت بتحوشه في الشهر بالجنيه يعني. تقول لي يا جاكسون طب انت ليه بتحسب بالجنيه؟ ما في ناس بتنزل الفلوس دي مصر، في ناس بتحاول تشتري حاجات في بلدها عامه، مش لازم تكون مصر يعني، انا بتكلم عشان انا مصري فقط، لكن في ناس بتعمل كده، في ناس بتحوش فلوسها عادي هنا جدا، وفي ناس شايفه انها مش عايز تنزل. ولكن انا بقول لك خد بالك، اللي انا بكلمك فيه ده ولا حاجه بالنسبه للناس اللي بتعمل فلوس يعني، اللي بيعمل فلوس او شغال شغلانه بقاله فيها كتير او عنده بيعرف يدخل دخل جانبي او كده، دول بيعملوا دي. اللي انا بتكلم فيه ده مش فلوس نهائيا، ده زمانهم بيضحكوا على الفيديو وانت مستغرب وايه ده بنعمل كل ده. لا ده احنا بنعمل اكتر من كده بكتير، ده مش انا، ده الناس التانيه. فانا بس بديك نبذه بسيطه يعني، لو واحد مثلا بيسيف 1500 في امريكا وعايش في امريكا، ده مش حاجه يعني، ده مش حاجه حلوه في الشهر يعني، ده مش حاجه حلوه خالص، ده عاديه جدا. ده انت اقل ده الهوملس اللي في الشارع لو شغال يعني، لو هوملس في الشارع اشتغل هيعمل ده. فانت ان شاء الله تطور من نفسك وتظبط نفسك وتظبط حالك، ممكن تعمل لك بقى فلوس كويس اكتر بكتير يعني. فبس دي نبذه بسيطه عن الفكره يعني، انا بحاول انصحك، بحاول اقول لك الدنيا ماشيه ازاي. فالحق نفسك، الحق نفسك يا باشا، صحابك كلهم هنا على فكره، وغير صحابك في بلاد تانية كتير، ولو رحت اي بلد في العالم هتلاقي فيها مصريين كتير، وهم اللي بيقول لك ما تسافروش في حته. فخدوا بالكم خدوا بالكم، مهم جدا. واعرف صاحبك وعلم عليه. اشوفكم خير يا جماعه ان شاء الله في فيديو جديد، يا رب تكونوا استفدتوا. هكلمكم بطريقه اكتر ديتيلز اكتر يعني عن الموضوع ان شاء الله، وممكن اوريكم الحاجات اللي انا اشتغلت فيها برضو، ومنها نستفيد كلنا باذن الله. اشوفكم على خير، لو عندكم اي سؤال ممكن تسيبوه في الكومنتس تحت ان شاء الله، وانا هبقى اجاوب عليه يعني. يلا اشوفكم على خير بقى، عشان انا بعمل يوتيرن ايه الليجل اهو، ربنا يستر. اشوفكم على خير، صباح الفل، السلام عليكم.